يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يزور مقبرة أحد ومسجد القبلتين، هل هذه الزيارة مشروعة؟ زيارة الشهداء في أحد مستحبة، السلام عليهم، لكن بدون سفر. إذا قدمت إلى المدينة بقصد المسجد النبوي، أو قدمت إليها لمهمة من المهمات أو لتجارة أو غير ذلك، يستحب لك أنك تصلي في المسجد النبوي، وأن تزور البقيع، وأن تزور قبور الشهداء، تسلم عليهم وتدعو لهم. نعم. مسجد القبلتين أما مسجد القبلتين لا، ما له مزية. تسمية مسجد القبلتين هذا غلط، هذا غلط. نعم.